مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. عندنا كرت العربة، هذا كرتك أنت يا برج السرطان، وكرتك خرج عندنا في مشاعر الشريك. ثمان الأغصان وكرت الإمبراطورة. قاعد أحس هني إن أنت حين هو يشوفك إن أنت اللي تمكنت من مشاعرك، أنت اللي برهنت إنك ما تحتاج لأحد، أنت اللي في النهاية ولو أنك كنت ضعيف في أول الانفصال، ولكن الحين أصبحت قوي وابتعدت عنه، تمكنت، أنت صار عندك التمكن. هو اللي الحين ابتدى يخربط، يشوفك يعني أفضل منه حالا. مشاعره تجاهك يبي يرجع بسرعة، يبي يعوضك بسرعة، بس مو عارف من وين يبتدي، قاعد يخربط الأمور. مو بس يخربط الأمور، قاعد داخل في نوع من الطاقة اللي فيها إدمان، فيها كثرة التفكير، فيها إنه يراقبك من بعيد وأنت تنجح. أشوفك هني أنت قاعد تنجح. هو عنده مشاعر لازم أدخل في حياة برج السرطان مرة ثانية وأرجع مكاني، أبي أرجع إلى مكاني. احتمال إنه ما يقدر يرجع إلى مكانه الحين، ولكن عندي الكثير من الأفكار المضاربة، تشويش، قلق، رغبة في أن يكون معاك بأي ثمن، لأن الإمبراطورة تملك الكثير، هي رمز للرخاء، فمستعد أنه يقدم أي ثمن، يتخلى عن أي شخص، حتى أي طبع، أي شيء كان في السابق مراد أنه يعطيك إياه أو متعبك عشان يعطيك إياه. مستعد الحين، مستعد الحين أنه يتخلى عن كل شيء وكل شخص ويرجع على عتبة بابك. فمشاعره يتخللها الكثير من، أحس هني عدم صبر، عدم صبر، استعجال، اشتياق. السؤال اللي بعده، هل الشريك راضي وسعيد بعد الانفصال؟ خلينا نشوف هني الطاقة. عندنا أربع الأغصان، أحس في البداية أول ما صار الانفصال حس إنه سعيد، حس إن الحين أنا خلاص قدرت أتمكن إني أحصل على حريتي، أحصل على مكاني الخاص، ما خسرت شيء، بالعكس الحين الوقت المناسب عشان أخسر هذا الشريك، هذا بداية. ولكن الحين فعلا ابتدت مشاعر الخسارة، مشاعر الندم، مشاعر انه يحس حتى نفسه انه هو الفاشل، لانه ما ادري ليش احس ان الطاقة انعكست عليه. في البداية كان سهل بالنسبة له انه يتخلى عنك، ولكن الحين قاعد يشوف كل زملائه، كل الناس القريبين منه عندهم أشخاص، عندهم حبيب، فقاعد هني شنو قاعد يشوف؟ قاعد يشوف الأشخاص اللي في السابق قالوا له لا يهمك برج السرطان، لا تفكر فيه، لا تتعب نفسك عشانه، شافهم الحين هم اللي قاعدين يلحقون، قاعدين يتعبون نفسهم عشان الحبيب اللي عندهم، فيحس بنوع من الخذلان، نوع من النهوة انطعن، نوع من انه قصوا عليه كان غبي، لانه مثلا قالوا له طلق فلان او ابتعد عن فلان، ولكن هم علاقاتهم الخاصة حافظوا عليها. مشاعر احساس، عشان كذي عنده رغبة انه بسرعة يرجع، بسرعة يرجع، بسرعة كذي مثل طقة الصبع يرجع كل شيء خسره، ومن ضمنها انت. في اشخاص معين، في رفاق سوء، هذا احس في هذا الكرت رفاق سوء، ولكن للأسف إنه هو لحد الآن فارس الأرض. فارس الأرض مثل ما تعرفون بطيء، حذر، قلق، وعنده خوف، وايد حذر، وايد يمشي حسب الكتاب أبيض وأسود، بما معنى وضع المحيط فيه أحيان يبي يرجع لك، ولكن وضع المحيط فيه إن أموره اللي تخص المادة، اللي تخص مثلا الفيزا، تخص الأشياء العملية، الوظيفة، تثبيته في الوظيفة، هاي الأمور لحد الآن ما ثبتت لدرجة أن تمكنه يرجع لك، يرجع لك ويقول لك بكل ثقة أن أنا أبيك في حياتي مرة ثانية. هني قاعد أشوفه يبدد، في أول لما أقول لك رخاء أشوفه قاعد يبدد أمور مهمة عنده في حياته، قاعد يتصرف بتهور، يتصرف بتهور عشان بأي طريقة بأي ثمن يرجع لك، ولكن حقيقة الوضع أنه هو ما يقدر، ما يستطيع ماديا لحد الآن، مو متمكن،
لحد الآن حتى ما يتمكن إنه مثلا يقف ويواجه أهله، يقف ويواجه الآخرين، أو على الأقل صوته يقول بشكل واضح أنا أريد فلان وما راح أتنازل عن فلان. مشاعره موجودة ولكن فعليا ما يقدر يطبق هاي الطاقة، لحد الآن ما وصل إلى التمكن من طاقة الأرض. اللي بعده، ما هي خطوته القادمة من فارس الأرض يصبح ملك الأرض؟ في حل واحد، الحل الوحيد لما تكون أنت أسست نفسك، كونت روحك، نضجت بما فيه الكفاية، شايل مسؤولياتك، ما تحتاج أحد، تعتمد على أحد عشان يوفر لك لقمة العيش، يوفر لك سبل الراحة، خلاص صرت معتمد على نفسك وتحولت من فارس إلى ملك، تمكنت من طاقة الأرض، من الأموال، حصلت على الوظيفة. بعدين انزين خطوة القادمة إن بعدين هني يتحرك فعلا، هني يقف ويواجه، هني يقف، ما عنده طاقة المواجهة كثر ما إنه يقول لك أنا الحين مستعد عشان أكون معك، إن نكون ملك بعض، نكون مع بعض، أكون الحصان الثاني في العربة. يتمكن. إنزين، عشر السيوف في هذا الكرت أحسه قاعد يقول لكلام الناس، أو يرمي كلام الناس، كلام هذين الأشخاص اللي في البداية ما شجعوا إنه يواصل معاك أو يكون معاك، يرمي كلام الناس وحتى ثقته فيهم وفي علاقاته بشكل عام، هذين الأشخاص يرميها بعرض الحائط، خلاص يتوقف عن الاستماع عليهم، يتوقف عن إنه يظل معاهم. الخطوة الثالثة بعد ما يتمكن من طاقة الأرض، عندنا ملكة السيوف. ملكة السيوف هي الإنسان اللي تحب الحقيقة. أحس هني كأنما يفتح أمامك التلفون، يراويك إثباتات، براهين، مو بس إنه هو مستعد يعطيك هذا العرض الكبير، عرض الزواج، عرض العلاقة، عرض الارتباط، لا، يبرهن لك، يبرهن لك، يخليك تشوف الأدلة بنفسك، يقولك مثلا شوف محادثي، ارسلك مثلا سكرين شوت او تصوير محادثته مع احد اصدقائه، مع احد من اهله، مع احد كان يحاول يوصل كلام عليك، يراويك، يبرهن لك، يفتح تلفونه يقول لك شيك تلفوني، شوف تلفوني، يبي يراويك، يبي يوضح لك، يبي يخليك انت تثق من مو بس مشاعره، مستوى تمسكه فيك، يبيك تثق، تعطي الأمان 100%. هني أحس يطالبك بالأمان، وعشان يطالبك بالأمان راح يقدم لك كل شيء تبيه، أدلة، إثباتات، براهين، يقول لك اختبرني، وأنت بعد النصيحة لك أن تختبره، لأن كل ما اختبرته عوده راح يقوى، هذا لحد الآن عوده ما قوى. أوكي، برج السرطان. الحين ننتقل إلى مجموعة العزاب. أول سؤال، من الشخص القادم في طريقك؟ عندنا هني أول كارت Page of Swords، السيف الصغير. هذا الشخص شوية مندفع، شوية انفعالي، ما يمكن أنك، ممكن هوائي، ولكن إما صغير في السن أو مقارب لسنك، لأنه ما عنده سيطرة كاملة على اندفاعاته، على مشاعره، على حتى ردات فعله، ممكن دلو، جوزاء، ميزان، ولكن لا، أحس هني طاقة برج آخر، برج آخر هو ماخذ الجانب السلبي من الأبراج الهوائية. عشر سيوف ولكن مقلوبة، وراها عشر الأغصان بالضبط. هذا الشخص يأتي من أسرة متواضعة، يعني متوسطة، مو من أسرة مرموقة ولا شيء كبير، ولكن طموحه جدا كبير لدرجة أنه ما قاعد يتوافق مع الواقع، طموحه بعيد عن الواقع. يعني لما تسأله شنو وظيفتك ما يقول لك الحقيقة، هو وظيفته مثلا ممرض، يقول لك أنا دكتور، أنا أخصائي، وظيفته جندي، يقول لك لا أنا مو جندي، أنا ملازم، أنا شخص قريب من، أنا ضابط، أنا شخص قريب من كل الضباط، ما أدري، قاعد أحس هنا ياخذ طاقة أنه هو شخص لما يأتي يتكلم عن نفسه، يتكلم عن أهله، عنده مشكلة في ثقته بنفسه، عشان تدي حاول يكبر نفسه. عشر سيوف مقلوبة، يكبر نفسه في عين الآخرين، يدعي أنه هو مثلا من قبيلة معينة، يدعي أنه هو ينتمي إلى، انولد في هذه الدولة، انولد في ذيك الدولة، ماخذ رداء مو رداءه، ولكن
كل هاي الكلام اللي قلته عنه ترى مو كلام سلبي، هذا هو العيب الوحيد اللي أشوفه فيه. قلبه طيب، مشاعره صادقة، ما عنده لعبة، ما عنده خيانة، ما عنده هاي الأمور الثانية، ولكن عنده جانب عدم الثقة بالنفس اللي يخليه شوي مواضح، شوي يشوف نفسه بضوء مو حقيقي. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. ما هي وظيفته وشكله؟ عندنا الهايرفانت بالضبط، يعمل في وظيفة فيها الكثير، مؤسسة كبيرة، مستشفى هو مجرد ممرض فيها، وزارة كبيرة هو مجرد مراسل فيها مثلا أو موظف عادي، شنو قلنا هني؟ جندي، ممرض، أوكي، فهني كأنه ما بعد يعمل تحت في جيش، في وزارة دفاع، في شرطة، وهو مثلا رتبته عادية يقولك لا أنا ضابط. في نفس الوقت ثلاث الأغصان، عنده رقم ثلاثة واضح وايد، أحس هني طاقة الثلاثة، مو طاقة معنى الكرت، طاقة الرقم، طاقة الرقم ثلاثة. عنده مشكلة إنه ما يخلص المشاريع اللي عنده، وعلى طول يتوجه نحو مشاريع ثانية، يعني ما يخلص المهمة اللي المفروض يركز عليها، يقعد يركز في مهمة ثانية لازم يسويها بعد شهرين بعد سنتين، عايش في المستقبل. ولكن عنده الخماسي الأول، هذا الشخص مستقبله راح يكون جدا مبهر. في ناس يعيشون طول حياتهم يتمنون أن يصبحون في مستوى الطموح مالهم، وعيشون طول حياتهم ما يصبحونه. هذا الشخص راح يصبح حتى هو أول مثلا شخص في عائلته يحصل على المنصب الفلاني، يحصل على الأموال الفلانية، على قد طموحه، على قد ما هو الحين مبعثر، طاقته عشوائية، طاقته مو واقعية، على كثر ما ترى راح يعوض، راح يحصل. إما ما أحس على ورث، أحس على وظيفة، على منصب كبير، على شيء جدا بزنس جدا ناجح يأتي له بالكثير الكثير من الأموال، أموال ضخمة في مستقبله، توفيق كبير، توفيق إلهي كبير. لأن قلت لك هني قلبه أبيض، ولكن مجرد أفكاره مبعثرة. إنزين، خلينا نشوف شكله مقبول أو حتى وسيم شكليا، ولكن مو وايد جذاب. يعني في أشخاص شكلهم عادي، ولكن لما تشوفهم تنجذب لهم، فيهم شيء بخصوص ملامحهم، فيهم شيء بخصوص تعابيرهم. هذا الشخص هو قلت لك بما أنه عنده أزمة ثقة بنفسه، شكله بالعكس وسيم، ولكن ما يجذبك لأنه مواثق. مثلا وايد يتحرك، وايد يسوي أشياء تستفزك، هل هذا شخص سيء؟ أنت اللي تقرر تقدر تعيش معه، راح تقبل عرضه، أوكي؟ لأن يوم من الأيام أشوفه هني واقف ما يملك شيء، فقير، وبعدين يصبح شيء وشيء كبير، فهل تريد أن تصبح أنت معاه في هاي الحياة؟ راح تضطر أنك تصبر عليه وهو في هاي الوضع. آخر سؤال للعزاب، كيف تتصرف معه؟ أربع السيوف، لازم تأخذه على قد عقله وتسايره، ما في حل آخر مع هذا الشخص. إذا قال لك أنا ضابط قل له أوكي، لا تواجهه، لا تقول له أنت كذاب، لا تقول له أنت مفاهم، أنت غلط، أنت تحاول تبالغ، أبدا. لازم تساير على الدرب اللي هو ماشي فيه، لأن ترى الدرب اللي ماشي فيه ترى صح، الناس يشوفونه غلط، ينتقدونه، يقولون أنه هو متوهم، بس رح يحصل أموال في مستقبله. حاول تأخذ بالسياسة، احنا نقول بالسياسة، بالأسلوب اللطيف، بأسلوب الهدوء، بأسلوب اللي تدلعت غنجة توجهه في نفس الوقت، بس بدون ما هو يحس ان انت تحاول تتحكم في طاقة الماء، عندنا فارس الماء، يعني تحاول بهدوء، بمسايرة، بدلع، بأسلوب لطيف، اقناع بأسلوب لطيف، ودائما لازم يحسك ان انت حليفة مو ضده وما تعارضه، مهم جدا. انزين، لان هذا الشخص راح يكون عنده ولاء للأشخاص اللي عمرهم ما أذوه، حتى لو بكلمة، حتى لو الكلمة كانت لمصلحته بس ما قالوها، راح يكون ولاء لهاي الأشخاص. الخماسيين
تخليك مرن معه، وفي نفس الوقت كأنه نتار وعندك خماسيين في يدك، البقاء أو الرحيل. أنت في النهاية اللي في يدك أن تبقى مع هاي الشخص، تقبل عرضه، أو على الأقل كأنه مهني النصيحة لك. إذا ما تقبل عرضه على طول، خليك معاه فترة عشان تكتشف، عشان تشوف، راقب راقب، بدل ما تقول له أوكي خلاص راح أقبل عرضك، راقب، تفرج لفترة، جرب جربه. النصيحة لك هني أن تجربه قبل ما على طول أنك تحاول أن تأخذ قرار نهائي بخصوص الموضوع. ننتقل الحين إلى مجموعة المرتبطين. أول سؤال لكم حبايبي، كيف يراك الشريك؟ خمس الأغصان عندك أشياء تقلقك، ولكن شريكك تشوف أنه ما لها داعي، مشتت تفكيرك، قاعد تقلق نفسك وتشيل هم ما له داعي. مثلا تفكر في أشياء أنت ما تقدر تتحكم فيها، مثل الجو، مثل في أشخاص سيئين إحنا ما نقدر نتحكم في الناس، مثل في ناس يحاولون يأذوننا إحنا بعد ما نقدر نتحكم في الناس. هاي القلق، شريكك يشوف أن أنت عندك قلق خلال هذا الشهر، موجود وحاضر، محب وأثبت نفسك معاه، ولكن ملك الأكواب يثبت نفسه عن طريق الأفعال. أفعالك ما فيها أي غلط ولا أي نقص حتى، ولكن كأنما شريكك يقول هني أتمنى وأفتقد الكلام أكثر. أوكي، طاقة المشاعر، طاقة اللي طاقة اللي تبين له، كأنه ما هني شريكي يقول أنت يا برج السرطان خلال هذا الشهر كأنك مشغول عني، هل لحد الآن أنا الحبيب بالنسبة لك؟ إذا أنت تقول لأ إيه بأفعالك كل يوم، هو يقول أنا مفتقد الكلام. أربع الأغصان، صاير شوي مغلق على نفسك يمكن خلال هذا الشهر، تقوم بالعكس، تقوم بكل واجباتك وموجود وحاضر جسديا موجود، ولكن في أمور شغلة بالك ومنغلق على نفسك، ما قاعد تشارك شريكك بكل المخاوف، كل القلق، كل الأشياء اللي السيئة اللي تشوفها طول اليوم. مثلا تخاف تقول له، ما تبي تقول له لأنه ما تبي تعبه. شريكك يقول لك أتمنى أنك تفتح لي قلبك وتخليني شوي أشيل عنك هذا الحمل والأشياء على الأقل اللي تقلقك. إنزين، السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ عندنا كرت برج الأسد، القوة، قوتك أنك قوي لا أمزح، قوتك أن أنت مسيطر على ردات فعلك. أنت برج السرطان هادئ ومثل الإسفنجة تمتص، هدوءك أو قوتك تكمن في هدوءك. بعض الأبراج تكون منفعلة، تخرج منها كلمات، تخرج منها، في أشخاص تشوفهم هني حاول يأذونك أنت والشريك، أو حاولوا أو لهم تاريخ أسود، ماضي أسود معاكم أنت وشريكك. عندك قدرة على المسامحة، عندك قدرة أن تتحمل وجودهم في محيطك. لحد الآن شريكك معجب بهذا الشيء، أن أنت متحكم بنفسك، متحكم بهدوءك. النجمة أيضا من الميجور أركانة، من الكرتات الرئيسية، هذا كرت برج الدلو. من نقاط قوتك ان انت جدا منفتح العقل. خلينا نشوف صفات برج الدلو انت شكلك بتاخذها خلال هذا الشهر. منفتح العقل، تعرف شلون تخلي الاخرين يحلمون، يغيرون معاييرهم، بدل ما يحط هدفه هذه الشجره يحط هدفه هذه النجمه اعلى، يطمحون اكثر، يحلمون اكثر. تقيدهم نوع من القيادة، نوع، لأن دائما كانوا يقولون أن النجوم كانوا البحار يستعينون فيها من أجل الإبحار. هذا أيضا من نقاط قوتك مع الشريك. Ace of Earth، تزرع، تزرع بذور، صبور مع الشريك، مو عجول، ما تطالب الحين المفروض كذي، الحين المفروض كذي، بالعكس تعمل مع الشريك، تقدم وياه، تزرع وياه، مستعد أنك تصبر عليه، تعطيه لما هو يكون ما عنده، لما يكون محتاج أنت تشيله. طاقة اللي راح أشيلك لما تكون تعبان، مو مشكلة، أنا فعلا شريكك. من نقاط قوتك ترى شريكك قاعد يشوف منك هذه الصفة وقاعد ياخذها بعين الاعتبار، يعني مو ناسي وقفتك معه. أوكي، آخر سؤال، كيف التوافق بينكم خلال شهر
انت راح تكون قيادي اكثر خلال هذا الشهر. عندك هني كارت برج الدلو، عندك هني ملك السيوف، طاقة هوائية على طاقة هوائية. راح تكون عندك يمكن مشاغل كثيرة، هاي اللي عرضك لطاقة كذا شخص يشوشونك، محاط بالكثير من الأشخاص، عندك الكثير من المهام، وايد أشخاص يعتمدون عليك خلال هذا الشهر. فهل هذا الشيء راح يأثر على علاقتكم؟ لا، لأن عندك الغصنين، علاقتكم راح تكون قوية متينة مستمرة، التعاون حتى يزيد فيها، التفاهم، الانسجام. الغصنين هو كارت الشريكين اللي يمشون مع بعض بانسجام. 9 الأغصان، التحذير والنصيحة الوحيدة لك ان انت ما تنغلق عن نفسك، بحيث ان هني عندك وايد مهام تبي تقول للآخرين انا اقدر اني اشيلها كلها، ولكن لازم تشارك ولو جزء بسيط من هاي الهموم التعب مع شريكك. راح اقول لكم قصة سمعتها في احد الوثائقيات. تعرفون الأميرة ديانا وزوجها، توقع الأمير تشارلز، كنا اسمه تشارلز، قصتهم. المهم لما كانوا في بداية الخطوبة أو بداية الزواج، خذ العبرة من هاي القصة، إن الأميرة ديانا كانت مو متعودة على الإعلام والمصورين وهاي كلهم اللي ينتظرونها عند الباب، ما تقدر تدخل في السيارة. كان تو خبر تعارفهم أو زواجهم يبتدي، كان تقريبا 30-40 مصور لما تطلع من شغلها تشوفهم قدامها. وتعرفونها هي أميرة طيبة، إنسانة طيبة سوري، وما عندها حتى أي حب للمظاهر أو التلفيق. عشيقة أو صديقة الثانية، ما أعرف شنو اسمها، اللي حين تقريبا أكثر الناس ما يحبونها أو يكرهونها، كانت على وشك في مشاكل مع زوجها. هي أيضا من العائلة قريبة من العائلة الملكية، استقراطية شيء كذي. كانت على وشك الانفصال من زوجها، وكان تقريبا في 3-4 مصورين عند بيتها. كانت الأميرة ديانا ما تقول للأمير تشارلز عن الصعوبات اللي تلاقيها، الأمور اللي تشوفها في يومها، لأن تقول ما بي أزعله، ما بي أخليه يشيلها، ما بي يتعب. غلط، شفتوا الحداد لازم يضرب الحديد عشان الحديد يصير قوي، بالعكس. احنا لما نقول بنريح الريال، احنا قاعدين نشيل من عنده بالعكس شيء قوي. احب ترى الريال انه يشيل المهام الصعب. فهذيك الثانية بينت في عينه افضل منها، من الأميرة ديانا. شلون؟ كان يتصل في الأميرة ديانا في محادثة معاها، يقول لها مسكينة فلانة. طبعا لحد الان ما كانوا في علاقة واضحة، والأميرة ديانا ساذجة، فيقول لها مسكينة فلانة، تخيلي ما تقدر تطلع وتقوم بأمورها اليومية، ومسكينة إن هي عندها مصورين أمام بيتها 3-4. أميرة ديانا هني تستغرب وتقول له، حتى ما قالت له، هي تقول في الوثائق أنا حتى ما قلت له، بس أنا استغربت منه لأن أنا كنت عند شغلي، كل ما أبي أطلع ما أقدر أطلع، ما أقدر أتحرك، كان عندي 30-40 مصور. شوفوا الفرق بين الرقم، لكن الغلط في التصرف. أوقات أنت نيتك أفضل، أنت المصاعب اللي تمر فيها أسوأ، ولكن ما تتكلم، ما تعبر. أنا ما أقول لك اشتك، ما أقول لك لوم الشريك، ولكن اشركه في أمرك. لازم يحس، يقدر أن أنت تمر بأشياء صعبة وكلها متحملها ببراعة. ملك السيوف بارع، بارع، يقول لك أنت تتحمل الهموم وكل شيء والمسؤوليات ببراعة. خلي قدرك عن طريق أن أنت تتكلم. شوف هذاك عندهم 3-4 مصورين ومسوي الموضوع قصة كبيرة وقاعدة تلوم وقاعدة هذا، فحس الأمير بتعاطف نحوها. هذيك الأميرة ديانا كانت ساذجة طيبة، نواياها طيبة، فكانت ما تتكلم ما تقول، فكما أصلا ما كان يهتم للمصاعب اللي تشوفها هي، بحيث أنها جديدة على عالم العائلات الملكية وعلى عالم الإعلام والحياة اللي فيها ضجيج وايد واهتمام. عرفتوا؟ لازم تتكلم. هذه هي الرسالة لك خلال هذا الشهر عزيزي برج السرطان. هذه كانت قراءتك العاطفية، أتمنى لكم كل التوفيق.